بحس حالي بعيش عشان يعيش هين لوحدي. شايف شو أنا؟ الله نفسي من عيني إني أتعلم أتنور. بدهم ياخذوا الارض، بدهم يطردونا من الارض. اني ابني لي عيل وهنا ابني لي بيت، هذا كل املي في الحياه. سن 13 سنة تقريبا انه انا يعني حسيت انه النوم كامل نام معي. يبدأ يجي اول اشي يبوسني، بعدها يعني مد ايديه على اماكن يعني انه اعضاء البنت. دخلوا علي اثنين يا الله تهجموا علي. كيف بدي اقدر لهم؟ يا الله ضليت اصرخ، بس كانوا يضربوني، يضرب في يعني. بعدين يا الله خلصوا دور وطلعوا، دخلوا الاثنين الثانيين. هذا مريولها، لسه أول سنة بتكون في الإعدادي، خلصت الابتدائي وراحت عملها على الإعدادي، لسه ما تهنتش علي، يمكن لبسته شهر وبعدين صار في إضراب وما ودكش لبسته.